حياة كريمة وعاصمة إدارية جديدة وعلمين وجلالة ومجتمعات أكثر من 37 مدينة ذكية بيتم الإعداد ليهم حاليا وبيتم التنفيذ في أكثر من 15 مدينة جديدة تقريبا، يعني 7 سنوات. كل ده إزاي تم في 7 سنوات؟ كان في محاولات سابقة لبناء عواصم أو حاجة زي كده في بعض الأونة، ولكن ما كانش فيه الجدية وما كانش فيه الإصرار وما كانش فيه المتابعة. ففكرة طرحت ابتدت وقفت بحاجات تانية كتير. النهاردة يعني زي ما بقول يعني القيادة السياسية وسيادة الرئيس يعني متابع مش جيد، يعني دؤوب. يوميا يوميا يمكن مثلا مع وزير عندنا ممكن يبقى في اتصال يوم يوم لا، او في اجتماع في احد الموضوعات او على شغل الوزاره والحاجات دي كلها. ودي نمره واحد، دي اهم حاجه. نمره اتنين طبعا التمويل، الحمد لله التمويل متوفر النهارده. العاصمة الإدارية بتنتمي لأي جيل من المدن؟ يعني الجيل الرابع ولا الجيل الخامس؟ لا العاصمه الاداريه طبعا ده جيل الرابع، اللي هي مثلا للجيل الرابع دي اول مدينه ذكيه بالكامل موجوده في مصر. ذكيه بمعنى كل حاجه، مش بس بنتكلم على عدادات، بنتكلم على اداره مرور، بنتكلم على اداره امن، بنتكلم على كل ما معنى حتى الاعانات اللي في الشوارع، بنتكلم على اضاءات، بنتكلم على كل ما معنى مدينه ذكيه. خلي بقى حضرتك لفظ مدينه ذكيه يعني حاجات كتيره جدا. الاساس في البنيه الاساسيه تبقى سليمه، البنيه الاساسيه المدن الذكيه زيها زي الميه والصرف، لو عند حضرتك المواسير وعند حضرتك الحاجات دي كلها تقدري تركبي عليها اللي انت عايزاه. المدن الذكيه نفس الحكايه، لو حضرتك عندك البنية الكابلات التحتية. البنيه التحتيه الالياف الضوئيه والحاجات دي كلها موجوده بالكامل تحطي كل حاجه عليها. النهارده العاصمه الاداريه بالكامل هتبقى مدينه ذكيه، يوم ما الناس تسكن كل حاجه، حتى الكاميرات في الشوارع متواصله، حتى الكهرباء، الميه، عايزين نفصل منطقه عن منطقه، عايزين نعمل اي حاجه، اي حاجه كلها متشافه بجدار من مركز اللي هو سي سي او مركز بنسميه مركز القياده، في شاشات في كل سنتي في العاصمه بيتشاف يقدروا يتحكموا فيه لو حصل لا قدر الله حادث، الامن، الامن، النقل، كل حاجه مضره من هذه المبنى اللي هو مبنى التحكم زي ما بيقولوا. ليه بنينا في العاصمة الإدارية أكبر برج في أفريقيا، الأيكونيك تاور، رغم أنه يعني مصر ثقافتها البناء الأفقي وليس الرأسي؟ النهارده لما المشروع دوت مش بس البرج الايقوني، المنطقه اللي هي المركز المالي للاعمال اللي حوالي 20 برج بيعمل فيها النهارده فوق 7 8000 مهندس وعامل مصري اكتسبوا خبرات من الشركه اللي موجوده حاليا، ودي اكبر شركه يمكن نمره واحد في العالم في بناء الابراج. بقت عندنا الثقافه دي، بقت عندنا نقلنا التكنولوجيا، بقت النهارده لما دخلنا العالمين عملنا ابراج في العالمين كلها شركات مصريه نفذتها، ما كانتش نفذت هذه الابراج. احنا النهارده عندنا وصلنا ل 170 180 متر ارتفاع في العالمين بتنفيذ ايادي مصريه، كان ما حصلش قبل كده حاجه كده، يمكن مشروع وصل ل 140 ولا حاجه، ولكن دي تكنولوجيا ما كانتش موجوده عندنا، مش موجوده في دول العالم كلها من سنين، يمكن في دول وصلت بقى لها 70 80 سنه عندها هذا النوع من، فكان لازم ننشئها. وكان اكتر مكان هو العاصمه الاداريه، لان احنا المستهدفين ده خلينا نقول الجزء اللي هو اللي هيبقى بتدار منه الدولة سواء إداريا أو اقتصاديا أو الحاجات دي كلها. والهدف بتاعنا إن احنا نستقطب الشركات الكبرى العالمية إنها تيجي تبقى موجودة وتبقى وتتوطن هنا في مصر وتوفر فرص عمل وتوفر الاقتصاديات العالم كله أو المنطقة تبقى بتدار من هنا.